ما حكم إمام يصلي ويقرأ من المصحف مباشرة في الصلاة المفروضة؟ لا، هذا ما يصلح أنه يقرأ من المصحف في المفروضة، إلا إذا كان عاجزا عن حفظ شيء من القرآن، عاجز عن حفظ شيء من القرآن ولا يستطيع إلا بالمصحف لا بأس. أما إذا كان يحفظ من القرآن ولو يسيرا فإنه يقرأ من حفظه بدون مصحف. نعم، لأن المصحف عمله، حمله والنظر فيه عمل في الصلاة. نعم.